نحييكم ونرحب فيكم في مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية. إعمار المدينة الاقتصادية هي الشركة المسؤولة عن تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحظى بمتابعة وإشراف دقيق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. مدينة إعمار المدينة الاقتصادية أو شركة إعمار مدينة اقتصادية وشركائهم الصندوق السعودي السيادي هم بيعرضون لكم هالمدينة وبيقبلون جميع المطورين معهم الآن. ولا تنسوا أن المدينة الآن أصبحت من المناطق الخاصة في المملكة العربية السعودية، إحدى المناطق الأربع التي أعلن عنها سمو ولي العهد. الآن فرصة لكم لجميع المستثمرين والمستثمرات السعوديين والعرب والأجانب، حياكم الله، شوفوا السعودية الجديدة، شوفوا السعودية مع رؤية 2030 في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.